السلام عليكم استاذ رفيق ومرحبا بك عندنا طنجة. الله يحفظك حبيبي، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. شكرا استاذ رفيق. غنسقسك شنو هو السبب المجيء ديالك مدينة طنجة اليوم؟ واجيت باش نشارك مع خوتي صهيب نابولي وصهيب طيب اللي عندهم واحد الأغنية رجعوها كليب، وانا ان بيرسوناج في الكليب، والأغنية يعني من يعودوا لي الاستوار ديالها وشرحوا لي الكرينو هومان اللي غدا فيه، يعني أغنية إنسانية، أغنية اللي كت بزومون كتمس واحد الشريحة ديال الأطفال في المغرب مالوغوزمون المتسولين، اللي كون نعطيهم واحد شوية الاهتمام ممكن نصوبوا منهم نجوم، ممكن نصوبوا منهم أبطال، ممكن نصوبوا منهم أشخاص مهمين في المجتمع. فهذا الشيء كتدوي الأغنية. كنتلاقى مع واحد الطفل كيعزف الكمان وفي حالة يعني ديال حالة تشاغض سان نزداف، وكان حصاد فنيا وكيكبر يعني وكيوصل انه يولي عازف على الكمان. فصهيب نابولي وصهيب طيب عجبني يعني الكليب ديالهم، عجبني لو تيم الموضوع ديال الاغنيه ديالهم، وكنتمنى لهم التوفيق، وكنقول للجمهور المغربي كامل يتسنى هذا الكليب ولا هذه الاغنيه، لانها تكون فعلا واحد الوقفه ديال ليتوليتي لاغ، لان لاغ خص تكون قبل من المتعه خص تكون المنفعه، يعني ليتوليتي سي كو بلاغ نقدروا نبدلوا بزاف الحوايج، بلاغ نقدروا نكونوا ضامنين مع بعضياتنا، نقدروا بلاغ نقدروا انستاليو الحب اون جينيرال. استاذ رفيق، يعني واش عاش هو جبر واحد الصعوبه في الطفوله ديالو، ولا جبر شكون اللي يعاونو، او لاتينا يعني جبرت الطريق معوطة؟ لا اكيد معوطة، ما معوطاها والو الصراحة. صدق كو كاع لا بلوبار عاشوا، الا دوك اللي تزادوا بملعقة من ذهب، مي ابارامون كلشي عاش طفولة صعبة بليز او موان، طفولة اللي الاولى زعما الاحتضان ولا لادوبسيون ديال الوالدين، ما كناش نوصلوا لهادشي اللي حنا فيه، والاصدقاء ولا فامي. صدق كو هاد الكليب هذا غيبين لنا ان الحب بعضياتنا، نبغيو بعضياتنا كيلكو سوا الطبقه ديالنا ولا الكلاس سوسيال ديالنا، يعني هذاك اللي الفوق خصو يشوف شويه لتحت باش يشوف كاين الناس لتحت، وهذاك اللي لتحت خصو سوا يشوف الفوق باش يحاول يوصل عند هذوك اللي الفوق. وهادشي كامل صدوا ايطا باز دو لامور، لامور وانا مازال كنعاود عليك الحب فوكون سام، خصنا نبغيو بعضياتنا. بكير عاودنا على كليب، كيفاش داز التصوير ديالو؟ لا داز مزيان اصلا، مدينه طنجه يعني مدينه سينمائيه بامتياز، فيها واحد الكليراج ديال الله سبحانه وتعالى، فداز التصوير مزيان، يعني عائله وحده كلشي متعاون كلشي هذا بخير. شنو هي الرساله ديالك الاخرى للجمهور المغربي؟ رساله ريكوموندي جو فو زام، كنبغيكم بزاف، تسناو هذا الكليب هذا، لان هذا الكليب كيجمع ما بين ليتول اي لاغريابل، كاين المتعه وميم طون كاين واحد الميساج جميل، فتسناو هذا الكليب هذا. شكرا بزاف استاذ. او بليزير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.